أما أنا فذبابة مسكينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتعرف هذا الذي ينتقص من البخاري ويقول عن البخاري متشدد. البخاري يقول في التاريخ الكبير سكتوا عنه. لماذا سكتوا عنه؟ جرحه، يعني جرح. ما سبب الجرح؟ هل لا بيّن لنا الإمام البخاري ذلك؟ مولى البخاري كغيره قد يجرح بما ليس بجارح لأنه متشدد. الإمام البخاري متشدد ويفخر في مواضع أخرى بأن الأشاعرة وعندهم أسانيد. قضية الإسناد قضية أساسية جوهرية لا يمكن التخلي عنها. اسمع كيف سيقول اسم الإمام إبراهيم النخعي. النخعي هو اسمه إبراهيم النخعي. والعجيب أيضا هذا الذي يتهم البخاري بالتشدد ويدعي أن الأشاعرة عندهم أسانيد. وأحياء لسنة الإسناد أحدثكم. وتورط الرجل وقرأ إسنادا ليبين لنا من هو، فاسمع ماذا يقول. التي سأذكرها بإسنادها كما ذكرها الإمام البيهقي رحمه الله، قال: وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أبانا أبو عمرو بن نجيد السلمي قال أنبانا أبو مسلم الكجي. اسمه الكجي بفتح الكاف، لو كان ممن قرأ الأسانيد على شيوخه لتعلم من هو أبو مسلم الكجي. قال أنبانا أبو عاصم عن سليمان عن عمار الزهري عن مسلم. عمار الزهري، اسمه عمار الدهني، يقرأها عمار الزهري. الكجي يقرأها الكجي. النخعي يقرأها النخعي. ويتطاول على أئمة أهل الحديث، يتطاول على عبد الله بن أحمد، يتطاول على البخاري، ويزعم أن الأشاعرة عندهم الأسانيد. الإسناد ما تعرف كيف تقرأه، وتأتي وتتطاول على أهل الحديث، وتأتي وتزعم أن عندكم أسانيد. أبدأ من النواحي المنهجية، وأبدأ بالقضية الكبرى التي هي فرق بيننا وبينهم، ألا وهي الإسناد. ونتمسك بهذا جيدا، إياك أن تفرط به في جدالك لأي وهابي، لأنها نقطة ضعفهم الأبرز. تعلم كيف تقرأ الأسانيد ثم تكلم عنها. تعلم. هذا الذي يقول عن الشيخ مقبل من هادي الوادعي ما عنده إسناد. وأكبر مصائب الزمان إذا ما خرج نصف العالم أو ربع العالم ولبس ثياب العلماء. والمصيبة الأدهى والأمر إذا ما كان هذا النصف أو هذا الربع أو هذا الثلث إذا كان صحفية، فإذا ما تتلمذ على شيخ منقطع الإسناد مثله. والألباني منقطع الإسناد كما تعلمون جيدا. ما عندهم أسانيد. أنت لا تعرف كيف تقرأ إسنادا واحدا. الكجي كموج، هذا الذي ذهب إلى النحو، أحد علماء النحو، فقال له: ما معنى الكموج؟ فقال له: ما إيش، وين هاي الكموج، وين لقيتها؟ قال: والله في قصيدة: وليل كموج البحر، هي كموج البحر. فقال له: والله هذا الكموج دابة تقرأ ولا تفهم. أنا يوتيوبرز، يوتيوبر، ليس مشكلة عندي، لا أبكي والله ولا يحزنني هذا أبدا أبدا، لأنه واقع حقيقة. أنا أنشر على يوتيوبر، على يوتيوب، فأنا يوتيوبر. إسناد واحد لا يعرف كيف يقرأه، ويقول سيقرأ الإسناد كما ذكره البيهقي. البيهقي بالله عليكم، البيهقي يقرأ الكجي؟ البيهقي يقول كجي، يقول عمار الزهري، ما يفرق بين الدهني والزهري. هذا الذي يرد على البخاري، هذا الذي ينتقص من البخاري، هذا الذي ينتقص من عثمان الدارمي المحدث الكبير الذي كان يقارن بالبخاري، هذا الذي ينتقص من عبد الله بن الإمام أحمد، هذا الذي يزعم أن عنده أسانيد، هذا الذي يضعف حديثا في البخاري بهواه، هكذا بالهوى. والآن وقد حلنا إلى هذا اللقاء، قلنا سنتحدث عن ضعف الوهابية في الحديث النبوي، وأؤكد على هذا ضعفهم رواية ودراية. هذا الذي يضعف حديثا في البخاري بهواه، هكذا بالهوى. اسمع كيف. يوم يكشف عن ساق، تأتي أنت تقول عن ساقه، قال: لا، موجودة عندي في رواية ذكرها البخاري، تمام، وفي رواية مسلم وهي أصح، ليس إسنادا، أصح لفظا، كلاهما صحيحة. ليس أصح إسنادا لكن أصح لفظا. كيف عرفت أنها أصح لفظا؟ أساسا رواية مسلم أنت قرأت إسنادها؟ رواية مسلم هذه التي فيها يوم يكشف عن ساق وليس عن ساقه، رواها مسلم، قال عن حفص عن سويد بن سعيد. سويد بن سعيد هذا ضعيف، ثم قال عن حفص بن ميسرة، وحفص بن ميسرة متكلم فيه. هذا إسناد الرواية التي عند مسلم، وإسناد البخاري أقوى، والبخاري لم ينفرد بهذه الرواية التي هي رواية مسلم ورواية البخاري تعود إلى أبي سعيد الخدري.
اسناد الاسناد الذي عند مسلم سويد بن سعيد فيه ضعيف معروف. رواية البخاري يوم يكشف عن ساقيه بإسناد البخاري إلى أبي سعيد الخدري، والدارمي رحمة الله عليه متوفى عام 255 رواها بإسناده عن أبي هريرة نفس الشيء عن ساقه وبإسناد صحيح. أنت تنفي هذا؟ لا، رواية مسلم أصح. ليش؟ والراوي واحد. والراوي واحد قال يكشف عن ساق، ورواية مسلم توافق القرآن. ليش رواية مسلم هي الصحيحة؟ لأنها توافق القرآن. ويقولون من أين أتى عدنان إبراهيم؟ من أين أتى إسلام البحيري؟ من أين أتى محمد شحرور؟ من أين أتى عدنان الرفاعي؟ من أين أتى عبد الله نصر؟ من أين؟ من أين يأتي هؤلاء؟ من مثل هذا. رواية مسلم أصح إسنادها، لو نظرت، لو كنت تعرف كيف تنظر إلى الإسناد، لو كنت تعرف كيف تقرأ الأسانيد لعرفت ما في إسناد رواية مسلم رحمة الله عليه، ولعرفت لو كنت تقرأ في شيئا في علم الحديث، ولكن هو مستوى أعلى بكثير من أن تقرأ فيه، لعرفت أن هذا الراوي الضعيف قد يخطئ فيوافق، يخطئ فيوافق اللفظة التي في القرآن التي هو يحفظها. أما الراوي الثقة الثبت الذي يعرف ما يقول ووجد لفظة تخالف اللفظة التي في القرآن وهي تفسر اللفظة التي في القرآن، فهو عرفها وضبطها ولهذا هو رواها بهذا اللفظ، فنأخذ برواية الثقة ونقول الضعيف عندما الذي فيه ضعف والذي هو ضعيف عندما وافق القرآن وافقه لأنه أخطأ في ضبط العبارة التي جاءت في السنة، فوافق فيها العبارة التي حفظها وجاءت في القرآن، وعبارة السنة مفسرة ومبينة لما جاء في القرآن وضبطها العالم الضابط. لكن أنتم لا تعرفون بقواعد علم الحديث وتقول أسانيد. هل بالله هل هذا الرجل يتعلم مثل هذه الأشياء في عند شيوخه الذين يزعم أن عندهم أسانيد وهو لا يضبط إسنادا واحدا؟ اللهم استعان. أرى كل ذي جهل يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد، وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه، فبالجهل محضا يبتدي ويعيد.